وزراء سو عن طريق هذا مستشفى بهذه المواصفة بهذه التجهيزات. العبرة شلون نقدم الخدمة من الخدمات العلاجية الطبية الخدمية الاستدامة مالته. هذا منشأ كبير، مو مركز صحي ولا مستوصف، حتى يشعر المواطن انه فعلا جاء المستشفى بكل هذه الخدمات. يراد له خطة عمل، يراد له ملاكات، يراد له ناس متخصصين، كل واحد يعرف عمله حتى فعلا يكون منجز ان شاء الله، يستفاد من عدد المواطن. اليوم تراجع المستشفى؟ اي والله اليوم هاي شنو هاي الصورة؟ شو تشتغل انت؟ والله ما اشتغل كل شيء. ما عندك قاعد زرعات؟ ما عندي كل شيء. راتب؟ لا والله. تقاعد؟ عندي ولاد يشتغلون عمال. سجل وما يطلع. استريح استريح استريح. راتب الحماية الاجتماعية ما عندك؟ لا والله ما عندي. ابو حكم. دولة طلب. نعم. وين مدير المستشفى؟ مدير المستشفى. نعم. راجع. بس هو باركنسون. تعتني به. أكيد. إن شاء الله صحة وسلامة. الله يسلمك. سلام.